إذاعات كل نهار جمعة على الحياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بمستمعي الأفاضل، مستمعي ذات الحياة فهم في برنامجكم المفضل إضاءات. هذا البرنامج الذي ما فاتئ يوضي على مستمعيه داخل البلاد وخارجها، وهذا نتلمسه عبر الاتصالات من إخوتنا خارج البلاد. في هذه الحصة، حصة جديدة متجددة، بطبيعة الحال أستضيف فيها الأستاذين الفاضلين، أستاذنا الفاضل سي الحبيب الطيبي، مرحبا بك. شكرا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بمستمعي إذاعتنا الرائعة. شكرا سي الحبيب. أيضا أستاذنا الفاضل سي مروان البريكي، مرحبا سي مروان. شكرا. في بطبيعة الحال نرحب أيضا في الإخراج والتأثيث بسي أحمد مخلوفي، مرحبا بالجميع. موضوعنا اليوم هو في الحقيقة موضوع يطرح نفسه، بل هي آفة من الآفات تنخر مجتمعنا اليوم، وكان ديننا الحنيف قد حذر منها بل حرمها واعتبرها كبيرة من الكبائر. سي الحبيب الطيبي، موضوعنا اليوم هو آفة الكذب وآفة الاحتيال، وبطبيعة الحال الكذب هو يؤدي إلى الاحتيال. بداية لو نحاول أن نعرف هذه مسألة، هذه يعني الكذب، مفهوم الكذب لدى مستمعينا، فلتتفضل بداية. تفضل سي الحبيب. شكرا، بارك الله فيكم. في اللغة يعرف الشيء بمعناه، ويعرف الشيء بما هو ضده. وأود أن أعرف مصطلح الفقه، عفوا مصطلح الكذب، اعتمادا على ما هو ضده. نعم. وضد الصدق. الكذب الصدق، والصادق معروف هو الذي يقول الحقيقة، هو الذي يروي الخبر كما حدث. والكذاب والكذب هو الذي يخادع الناس بأنه يقول الحقيقة وأنه يروي رواية صادقة وأنه لا يقول إلا ما حدث، ولكنه يخادع ويناور وينافق ولا يقول الحقيقة. إذن الكذب هو ضد الصدق، وكل ما كان ضدا للصدق فهو كذب. شكرا، شكرا سي الحبيب فيما ذهبت إليه، يعني أنت بالضبط يعني وصلت إلى حقيقة الكذب، هذه الآفة التي حرمها الإسلام وجعلها من الكبائر، بل أكثر من ذلك أن الإسلام كان يحرض معتنقيه ومستمعيه على الصدق، ويطلبهم بأن يكونوا مع الصادقين ومن الصادقين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذه المنزلة، منزلة الصدق، لا يصلها إلا من كان قد تحرى فيما يقول وفيما يفعل. إذن إن شئنا فالكذب هو الخروج، بل الخروج عن الصدق، بل هو تغيير الحقائق، وفي النهاية هو ظلم، في النهاية هو ظلم. أستاذنا الفاضل سي مروان البريكي، ونحن نتحدث عن هذه الآفة، يعني سي الحبيب الطيبي كان قد قدم تعريفا لهذه الآفة، وربي سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد أربط التقوى مخافته بالصدق، فلا يمكن أن نتكلم عن تقوى بدون صدق. يعني هذا الذي يقول أنا أتقي الله وهو يعني يعيش في الكذب في علاقته
مع نفسه وفي علاقته مع الناس أحسب أن هذه التقوى مردودة عليه مردودة عليه. لكن الذي أريد أن أتكلم فيه ووجه فيه السؤال إليكم أستاذنا الكريم هو ما هي الأسباب الرئيسية لهذه الآفة اليوم؟ ما هو السبب الرئيسي الذي يجعل الإنسان يسقط في هذه الآفة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. لعل السبب الرئيسي لآفة الكذب في مجتمعنا هي اليوم هي قلة الإيمان بالله. ففي 280 موضع في القرآن الكريم ذكر الكذب، ذكر في مواطن مذمومة، حتى أن فيه آيات نفى الله عز وجل فيها الإيمان عن صاحبه، قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآياتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل يا رسول الله أيزني المؤمن؟ قال نعم. قال يمكن ذلك؟ قال أيسرق المؤمن يا رسول الله؟ قال يمكن ذلك. قال أيكذب المؤمن يا رسول الله؟ قال لا. فالمؤمن الذي يترسخ الإيمان في قلبه لا يمكن أن يكذب. علاش؟ لأنه ممكن في هذا الكذب أن تكذب، إن الكذب مش على 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 يعني على عنه ولا لا، إنما الكذب على الخلق. الخالق لا يطلعون على ما في قلوب البشر، في قلوب بعضهم لا يطلعون، لكن الله جل وعلا هو المطلع على قلب الإنسان. فالإنسان الذي يكذب جعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه، ولما يجعل الإنسان أهون الله عز وجل أهون الناظرين إليه فلا تستغرب لا من قوله ولا من حديثه. ولعل أبرز حاجة والأسباب اللي أدت اليوم إلى ما نحن عليه في المجتمع من فساد ومن انحراف ومن غلاء في المعيشة ومن احتكار ومن تحيل ومن أسبابه الكذب. يا أخي السياسيين اللي يحكموا البلاد في السنوات الأخيرة شنو عملوا؟ خمجوش للمواطنين، قالوا انتخبني تنضب من عملك مواطن شغل، وانتخبني تنحسن لك المعيشة متاعك، وانتخبني تنعملك كذا، وانتخبني تنعملك كذا. هي وينو الكلام اللي قالوه؟ مش مبني هذا الكله على كذب؟ الكذب اللي مبني عليه اليوم وين أدانا؟ أدانا إلى هك تشوف في المجتمع اليوم وين ماشي، غلاء في المعيشة، فساد أخلاق، إلى غيره. هذه من المشاكل اللي قاعدة اليوم كل سبب متاعها الكذب والتحي. هذا والله أعلم. شكرا أستاذنا الفاضل فيما ذهبت إليه. إذا وقفت على أنه يعني تقريبا السبب الرئيسي للكذب هو ضعف الإيمان أو ضعف العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أو عدم استحضار الرقابة الإلهية فيما يقول الإنسان وفي ما يأتي من أفعال وما فعل. وربما يعني هناك أسباب أخرى أيضا، ربما حتى يعني احتياج الإنسان، وربما أنه حب الظهور لدى الإنسان، وربما يعني التكلف، وكل ربما كلها أسباب، يعني كلها أسباب لهذه الآفة، ولذلك حذر منها الإسلام. سي الحبيب أعود إليك. سي الحبيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل يسأله يقول له يا رسول الله أيسرق السارق؟ قال يسرق السارق حين يسرق وهو غير مؤمن، يعني في اللحظة التي سرق فيها ليس له يعني ليس له أدنى يعني ذرة من الإيمان. قال له يقتل القاتل؟ قال يقتل القاتل حين يقتل وهو غير مؤمن. أيسرق السارق؟ قال يسرق السارق حين يسرق وهو غير مؤمن. وهو يتحدث معه ويواصل معه الكلام لأن وصل إليه، قال له أيكذب المؤمن؟ قال له لا يكذب الرجل. يعني وكأني بالرسول صلى الله عليه وسلم يوحي لي أنه يعني من رجولية أنك لا تكذب، حتى وأن ارتكبت إثما فلابد أن تعترف به، لأن الذي يعترف بذنبه ويعترف بإثمه يمكن أن نصلحه ويمكن أن يصلح من نفسه، أما أن يواصل في الكذب وربما يرمي بما قام به، يرمي به بريئا ويتهم به بريئا، لا يمكن بحال من الأحوال أنه يتصلح الإنسان. هذا جزء. الجزء الثاني وهو فيه يعني حديث فيه من الخطورة، فهو خطير بشكل كبير. يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث أخاه بحديث هو له به مصدق وهو له به مكذب. يعني هو مصدقك 100% وانت تكذب عليه 100%، واضح. فلما يقول كفى بالمرء إثما يعني اقترف جرما كبيرا
وهذا يدل على شيء، يدل على يعني خطورة هذه الأف، هذه الأف. الكلمة لك يا سي الحبيب في هذا الإطار، تفضل. شكرا أستاذنا ودكتورنا العزيز. الموضوع رائق، والإشكالية الدينية والعقائدية خطيرة جدا. حتى نفهم يجب أن نستحضر الحديث النبوي، رسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والكذب، غير ما نواصل بقية الحديث، وهذا لخطورته. ولكن حتى نفهم الأمر مرة أخرى، حينما حددته مفهوم الكذب من الناحية اللغوية حددته بالضد، يعني ضد الصدق. أما عقائديا وشعائريا ودينيا فهو تماما عكس عقيدة الإحسان، أي عكس عقيدة الإيمان القوي والصادق في علاقتنا الإيمانية بربنا عز وجل. ايش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإنسان الذي يكذب هو لا يؤمن بعقيدة الإحسان، هو لا يؤمن بأن الله معه حيثما كان وحيثما ولى، لذلك يبيح لنفسه أن يفعل ما يشاء، ويبيح لنفسه أن يكذب، ويبيح لنفسه أن يختار، أن يختان وأن يحتال. يقول رب العزة في مساحة كبيرة لكل الناس: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. لو نتأمل في العبارة البليغة ولا تطع كل حلاف مهين، لماذا نحت القرآن الكريم، لماذا نحت رب العزة الحلاف الكذاب، الكذاب الحلاف بالمهين؟ لماذا؟ لأن المهين صفة مشبهة، صفة للكذاب. والمهين في العامية نقول مهين، مهانة، دليل على الحقرة، دليل على ضعف الشخصية، دليل على أنه لم يقوى إيمانه ولم يخشى الله ولم يتقي. وعليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي؟ هناك دفع للإنسان باش تكون علاقته بربي سبحانه وتعالى علاقة قوية، علاقة متينة. إذن الإنسان الصادق مع ربي سبحانه وتعالى لا يكذب، والإنسان الذي يقول الحقيقة فهو صادق، وهو مرتبته مرتبة عظيمة عند رب العزة، على عكس المهين الضعيف. والكذاب معروف يحتقره كل الناس، الكذاب لا قيمة له، بل بالعكس كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني البشر لا يزال يكذب حتى يكتب كذاب، وحتى أنه لا يصدق مهما أتى به من خبر، يجي يقول أي حاجة ما يصدقوا حتى حد. نحب نسوق مثال واقعي نعيشه برشا مرات. مرات أنا مسؤول ندخل مؤسستي ما نلقاش من هو مكلف بالحراسة، أثنين نقول له أين أنت؟ يبدأ يحلف والله والله والله، هاني يعني موجود أنا، أنت غير موجود. كيف تسمح لنفسك بأنه تقسم برب العزة، تقسم معناها بربي اللي هو يتفرج عليك واللي هو يشوف فيك واللي هو يشاهد عليك، تقسم تقول أنا موجود؟ هذا إيش معناها؟ هذا إيش معناها؟ ولا تتعب، هذا كل كذاب، كل حلف مهين. يعني سي الحبيب، سي الحبيب، يعني فيما ذهبت إليه أن الكذاب يكثر من اليمين الكاذب. أكيد. يعني والله سبحانه وتعالى لما حذر من الـ اليمين الكاذب، يعلم جيدا أن الكذاب يستعمل هذه الوسيلة، وسيلة الأيمان، حتى يصل إلى مبتغاه، حتى يصل إلى ما يتمناه وما يريده والحال أن ما ترك الأولون للآخرين شيئا. الأولون قالوا الحبال متاع الكذب قصير،
مهما كان نقولوا من هذه المكان من إذاعة الحياة الفهم القاهرة ولا الصحة، قولوا للمستمعين الأفاضل أنه هذه الصفة هي صفة نذلة، صفة الكذب لا تتقابل مع صفة الرجولية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يكذب، الرجل حتى وأن أخطأ، الرجل حتى وأن ارتكب ذنبا فيعترف بذنبه ويعترف بخطئه ليخرج منه بإصلاحه وبالتوب والعودة إلى الله. أما إذا استمر في الكذب وفي استمر في تغطية الحقائق، هذا يجعل منه ذاك الذميم، ذلك الحلاف المهين، ذاك الذي قد غضب الله عليه ويظن نفسه أنه كبير في أعين الناس، والحال أنه الناس يتحدثون في غيابه عن احتقاره لأنه يمتهن هذه الصفة مهنة الكذب. أعود فأقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث أخاه بحديث هو له مكذب وهو له به مصدق. مستمعي الأفاضل نخرج فاصل ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا، نعود إليك بعد هينس الحبيب. إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الأفاضل مستمعي إذاعة الحياة فهم القيرة ولا الصحة، عدنا والعودة وأحمد في برنامجكم إضاءات في موضوع آفة الكذب والاحتيال، هذه الآفة التي تنخر المجتمع اليوم وتنخر الأفراد وتنخر العلاقة وتنخر العلاقات. سي الحبيب أعود إليك بعد حين الآن مع أستاذنا سي مروان البريك. سي مروان، الصفة هذه هي موجودة في بيوتنا، موجود فهمت، في علاقة الآباء مع الأبناء وفي علاقة الزواج مع زوجاتي مع زوجاتهن أو الزوجات مع الأزواج، فهذه الآفة تنخر البيوت أيضا في عصرنا اليوم. نعم في هذا الإطار، نعم هذا يمكن أن نقول يعني حتى على الأقل يعني إن يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، رأي آفة تنخر البيوت اليوم. تفضل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. فمن الوقاية أن يتقي الإنسان في بيته هذه الأشياء. نعم. وأنت تتحدث على البيوت في الكذب، ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول إحداهن ناديت أحد أبنائي فباش نعطيه تمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، قال اش كنت باش تعطيه؟ قالت له كنت باش نعطيه تمرة، قال والله لو كان ما عطيتها لوش انا كتبت لك كذبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لخطورة هذا الأمر نهى حتى الأبناء الآباء والأمهات على إنهم يكذبوا على أولادهم كذبة صغيرة، كلي تعيط له تقول له مثلا أقرأ تو نعطيك حاجة، وإلا برا امشي أعمل تو نعمل لك كذا ولا كذا ولا كذا، إذا كان ما تعملوش الحاجة اللي يقول له عليها تعتبر كاذب. فكي ننظر المسألة هذه بالطريقة هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة وينهي عن الكذب الصغير، كذبة صغيرة هذه ما تسماش معناها برا، معناها جيب ترى نعطيك وبعد ما تعملوش ما تسمى، احنا نقولوا كذبة بيضة، هي لا كذبة بيضة لا كذبة سودة، الكذب كذب راه. نعم. فالإنسان اللي يربي على نفسه على المسألة هذه ويربي أبنائه ويربي عائلته، فبطبيعي حال مش يخرج المجتمع يكذب، مش يخرج المجتمع صادق، هو مش يخرج المجتمع صادق. نحن مشكلتنا مش لهنا، نحن كل عادة مذمومة وسيئة ومخالفة للشرع تولي عنا وكأنها حرفة وكأنها شيء جميل. نحن حتى الكذب عملنا له عيد وصلنا دافري، وولت الناس عملت له عيد وتكذب وتخترع في الكذبات وتبدأ تحضر لها من قبل، وعادي يقول لك وصلنا دافري لشنو فيها هي معناه، وكأنه نسى النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث من بينهم إذا حدث كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وأي شيء أشد شناعة أن يكتب عند الله كذابا. واحد يوم القيامة يعيط له يا الصادقون يا أيها الصائمون يا أيها القائمون يا أيها القارئون القرآن، هذا يقول مكتوبا على جبين يا أيها الكذاب. تصور أنت في المجتمع، مش يوم القيامة في المجتمع يعيط لك مثلا يا فلان الكذاب السفي هذاك، ينعتوا بالأصابع، ينعتوا بالأصابع، ترضى هذا لنفسك؟ لا سي مروان، اش رايك يعني في الاب اللي انه ينوقز الباب واللي يدق الباب يقول له اخرج اخرج اخرج، يقول له بالله يقول له بابا مش ولدنا، وهو يعني ولده صغير
وإلا إيش رأيك في الأم اللي شادة إنه الفيسبوك في بيتها وتقول عندي ما نعمل عندي ما نقضي وشادة الفيسبوك وما تحبش تقري ولدها ولا ما تحبش كذا، إيش نقول لهم هذوما تو؟ والله نقول لهم ما قال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن وقاية النفس راهي مش وقاية كان من 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 الكبائر. يعني قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأشياء الصغيرة ولعل الكبيرة أكبر الكبيرة من الكبائر للناس اللي متغافلة عليها اليوم. أي وينك؟ هاي أنا جيت بايع ساعة يضرب ساعة وساعة ونص ويستنى فيه. هاي وينك؟ هاني كذا هاني كذا هو يكذب راه. هو الملائكة قاعدة تقيد عليه ومش كما مش فاهم. الناس مش فاهمة إنه الكذب هذا يجب منه يجب التوبة منه. لأنه كل فعل كل ذنب وكل معصية يفعلها الإنسان ولا يتوب منها ينكت على قلبه نكتة سوداء ما يتوبش عليها حتى لين يولي كما قال ربي عز وجل: برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولعل أهم حاجة رانت على قلوب الناس اليوم هي الكذب نتاع هاي. يعني جيت كان كذا وعنده يعني أمر عادي، يعني ماخذوا أمر عادي جدا ويحسبونه هينا وهو عند الله عز وجل عظيم. شكرا. عود إليك سي الحبيب في هالآفة هذه اللي التي لا ينتهي فيها، لا يمكن أن ينتهي فيها الحديث. اليوم العلاقات الاجتماعية مبنية على الاحتيال، مبنية على الكذب، مبنية على سواء كانت مع الباعة يعني الذي يشتري ويبيع، سواء كانت في يعني العلاقات بين الجيران، سواء يعني العلاقات ما بين الأبناء والأباء، ما بين الزوجات، ما بين حتى الخطيب وخطيبتها. يعني أنه كم يعني كذب عليها وكم تكذب عليه واحد. هل آفة هذه اللي حرمها الإسلام واحد يعرف أن الأثار متاعها سلبية على المجتمع وهو الذي نعانيه اليوم؟ تفضل سي الحبيب في هذا الإطار وما يمكن أن تقول. المشكل الأساسي هو ساعة عدم الإحاطة الدقيقة بمفهوم الإسلام والعقيدة للكذب. هذا رقم واحد. يعني حتى نواصل في اللي قلنا معناها، وقت يقول: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه في أوائل سورة الصف الآية 2 و3. ماذا يعني هذا؟ نرجو لنفس الحكاية، معناها أنه يلزمنا نفرقوا إحنا بين مسألتين. راهو الكذب مش باش نجي نكذب على بابا وأمي ولا نكذب على أستاذي ولا نكذب على التاجر ولا نكذب على المواطن ولا هذا انعكاس إيمانك على روحك. يعني هل أنت تربيت التربية اللي لازم تكون ترباها اللي حث عليها القرآن الكريم، اللي حث عليها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل التربية هذه فعلا انعكست على أفعالك ولا لا؟ يعني بالاخر بالكل علاش احنا حكينا على عقيدة الإنسان؟ عقيدة الإنسان الإحسان هي أقوى درجة في الإيمان. البشر وقت اللي يبدأ قدامه رجل أمن ينجمش يسرق، ما ينجمش، ينجمش يتجاوز القانون، ما ينجمش يخاف، لأنه قدامه اختر. لكن وقت اللي ما عندوش قناعة اللي ربي قدامه يولي يسمح لنفسه كل شيء. ولي ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا آثما. إذا بطبيعة كيجوا يلقوا المؤمن يقول احنا معاكم، كي هما يفوتوا احنا نفوتهم، هما خادعون الله نرجع سي الحبيب. سأعود إليك بعد حين لأنه نحن سنخرج فاصل الآن، نخرج فاصل المستمعي الأفاضل. شكرا. ثم نعود فلا تذهبوا بعيدا. إذا كل نهار جمعة على الحياة فهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعدنا والعود أحمد مستمع الأفاضل مستمع إذاعة الحياة فهم في برنامجكم المفضل إذاعات في موضوع هذه الآفة الكذب، عفانا وعفاكم الله، التي تنخر المجتمع اليوم في أفراده وفي عائلته. سي الحبيب الطيبي أعود إليك فيما كنت تذكر من طفل، تتفضل. شكرا. اليوم يسمح الإنسان، يسمح المسلم، يسمح المؤمن لنفسه بأنه يتجاوز الحدود الشرعية، الحدود الدينية. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يعظم شعائر الله. يعني أنك تطلب منه حاجة
هو فقدها. علاش؟ لأنه هو قاعد يعيش في مناخ، مناخ الكل مبني على النفاق. سمعنا برشا مقولات التصحر الديني، كانت مقولات أخرى ولكنها في الآخر، في الآخر الأمر ما هزتش، لأني تبني مجتمع صادق، مجتمع متوازن أخلاقيا. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه الناس الكبير والصغير، يعني بالكبير اللي هو يلوج على الملك ويلوج على الحكم ويلوج على السياسة، والصغير اللي هو جيعان واللي هو عنده نواقص واللي يحب يتنفذ ويوصل لأي غاية، لأي منصب، لأي مصلحة. يعني في الآخر بالكل هو خطاب المصالح، هذايا خطاب الغاية تبرر الوسيلة. دونك الغاية هي تحقيق الهدف، تحقيق المصلحة، والوسيلة هي الكذب. الكذب بيحكي عليه القرآن بأشكال وبألوان، عنده برشا أشكال: الخداع، النفاق، الكذب، التعدي، التحيل، ألوان كثيرة. معناها هذه الأشكال اللي لاحظوا فيها كلهم لدى التونسي الكبير، كما كنتم تفضلتم توا تحكيه، يربي ولده على الكذب. هو بيد ورا في بايو كذب، وقت اللي يقول ولده ورا وقل ومشي هنا، معناها الأب كذاب ويحفظ في ولده في الكذب ويربي فيه. معناها المرافقة لنا مرافقة سيئة. علاش؟ لأنه الكبير هو بطبيعته تربى على النفاق، تربى على الكذب، تربى على الغدر، تربى على القلب، تربى على الخداع، تربى على أنه في آخر الأمر ينقذ العهد والعقد اللي يجمع بالله سبحانه وتعالى. رأوا العقد يتلخص في عقيدة الإحسان. وتقول أن تعبد الله كأنك تراه. إذا طالما أنك ما عندكش قناعة أن ربي يرى فيك وأن ربي بحذاك وأن ربي قريب لك وأن الملائكة تسجل عليك، ده طالما وأن الجانب الإيماني هذا موش قوي فيه، تولي نحكيه بالمبدأ الاجتماعي الشعبي، يعني أدي الفرض وانقب الأرض، يعني تسمح لنفسك بأنك تعمل اللي تحب. وهذا هو اللي قاعدوا نلاحظوا فيه يعني في مجتمعاتنا اليوم. الأمثلة رأي كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا، ولكن لا داعي لذلك، لأنه كل واحد يعرف. لما نعرفوا اللي امرأة تكذب على رجلها، لما نعرفوا اللي بنية صغيرة تكذب على أمها وتكذب على أبوها، اليوم نعرفوا الطفل الصغير يكذب على أبوه. علاش المجتمع هذا كله مبني على هذا؟ لأنه في الحقيقة المجتمع متاعنا اليوم هو في علاقته برب العزة، في العلاقة الإيمانية اللي تجمع بالله سبحانه وتعالى هي علاقة هشة. إلى خسر ربي في مهين، كلمة مهين يعني ضعيفة في حالة. شكرا سي الحبيب فيما ذهبت إليه واستفدت يعني من ما تقول. إذا سي الحبيب نقول لمستمعينا الأفاضل أنه راو في ديننا وفي إسلامنا راو الوسيلة شريفة والغاية شريفة، يعني لا تمتهن يعني وسائل قذرة يعني تصل بها إلى، يعني عن طريق الكذب مثلا تصل بها إلى مبتغاك. فالوسيلة في الإسلام شريفة والغاية شريفة، أما الغاية تبرر الوسيلة فهي سياسة مكفلية خارجة عن ديننا وخارجة عن إسلامنا. ثم أنك سي الحبيب ذهبت إلى مسألة أخرى واليوم يعني مطروحة بشدة، المرأة تكذب على زوجها والزوج يكذب على زوجته والبنت كذلك والولد كذلك. هذا بطبيعة الحال أرى وأنه وسائل الإعلام والفيسبوك وهذه الوسائل يعني الحديثة لعبت دورا كبيرا في ذلك. سي مروان البريكي لا تشاطرني في ذلك، وأكثر نعم أن وسائل الإعلام اليوم يعني ساهمت بدرجة كبيرة في يعني التثبيت هذه الصفة، يعني هذه الصفة في أبنائنا وفي أنفسنا. في فماذا نقول يعني تفضل، فماذا نقول يعني لهؤلاء في علاقتهم بهذه يعني هذه الوسائل الحديثة؟ ما تفضل. الوسائل هذه طبعا كما قلت لك نحن عاملين عيد للكذب. نعم. وبنهار العيد الكذب يجيب واحد كذاب ومسمينه في التلفزيون ولا مسمينه باسم حتى اسمه لا نستحضر. توا قال لك شنو يكذب برشا هذا، وكانهم يشرعوا يعني تشريع للامه باش تكذب. وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الاسلام
يا ودي قبل الاسلام ما كانش فما لا اسلام، ما فهمت ناس جاهليه كفر يعبدوا كان في الاصنام. عهد على النبي صلى الله عليه وسلم انه ملقب بالصادق الامين، قال: او عهدتم علي كذبا من قبل؟ قالوا: ما نعرف انك تكذب قط. وقت اللي حب يصلح يعني تبعته الناس كلها خاطر تعرف فيه صفه الصدق، صفه الامانه. نحن اليوم وين ماشيين؟ نحن وسائل الاعلام الاستغلال متاعها، وسائل التواصل الاجتماعي، فما حاجتين نحب نقولهم. هي كل حاجه في الاصل فيها انها مباحه، والاصل في الاشياء الاباحه ما لم يرد نص في التحريم. وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل التلفزيه هذه مباحه للاستعمال، لكن الاستعمال متاعك انت وين مشي وجهه؟ موجوده تصالح وموجوده تطالح. تنجم تتفرج على 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 موعظه تعضلق قلبك وترجع بها ربك، كيف ما تنجم تتفرج على واحد يكذب تولي تصبح تكذب كيفه. وانت راك مسؤول على استغلالها، لانه اول حاجه عندك كما قد تحدثنا قبل مساله الوقت، مش تعدي ساعه واثنين تتفرج على واحد يكذب بعد وتصبح كيفه كذاب، مش باش تقول انت الرب. كما قال لك سي الحبيب، مسالتنا مساله مراقبه الهيه، مساله الاحسان، تراقب وتعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. هذه المشكله الاساسيه. الثانيه، وسائل التواصل الاجتماعي هذه مستغلة عند الصغير وعند الكبير وعند المرأة وعند الراجل وعند كذا. فأنا ننصح نصيحة إنه الناس تعرف كيفاش تستغل هذا. أراك أنت اللي تستغل فيه مش هو اللي يستغل فيك. نحن المشكل فيش نتاعنا، ولينا يعني مستغلين، نحن ولينا متبعين في كل شيء، أنا عندي ونستعمل في كل شيء، واللي يجيني يكون قدامي نشوفه ونتفرج عليه برا وكو. شكرا سي مروان. أستاذنا سي الحبيب، ربي سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كل لفظ تقوله أنت مسؤول عنه، سواء ونحن نتكلم عن الألفاظ الكاذبة بطبيعة الحال. فماذا نقول لمستمعينا من خلال هذه الآية: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ كل كلمة راك مش تحاسب عليها، واضح؟ ولذلك يقول الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغن كأنه ثعبان، كم من قتيل في المقابر قاتله اللسان. تفضل سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية خطيرة جدا الآية. شوف دائما وأبدا معناها الحكمة ظلة المؤمن. نعم. ما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. 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 ولا يمكن أن يكون الحكيم ثرثارا يقول كل شيء. نعم. ويسمح لنفسه بأن يزدح بكلام فيه الهمز واللمز والخداع والنميمة والغيبة وما إلى ذلك. هو سيد الحبيب، هو سيد الحبيب، حتى ربي سبحانه وتعالى جعل لنا فم وجعل لنا زوز وذنين، معناتها نسمع اكثر من نتكلموا هكا ولا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحدث الرجل بكل ما يسمع. لا يحدث الرجل بكل ما يسمع، لان فيما يسمع كذب. تفضل. انت يا استاذ نزار اثرت اشكاليه اخرى، لكني لا اريد ان افتح قوسا فيها لاننا سنبحر فيها ونحتاج الى وقت لا اطول واكثر، ولكن ناخذ حصه اخرى. ولكن قضيه سمعنا واطعنا يعني فقط معناه فقط ساشير الى ذلك بايجاز. فقط انا اريد ان اذكر اخوه الايمان ونذكر كل الناس وكل مستمعي إذاعتنا إذاعة الحياة FM بأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا مسائل مهمة، أهمها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف لنواصل الكلام في مثل يعني في هذه الآفة في الحصة القادمة إن شاء الله في مثل هذا الزمن. فالشكر موصول لكم أستاذي الفضيلين سي الحبيب الطيبي ثم سي مروان البريكي، والشكر موصول أيضا لأخينا أحمد ما مخلوفي، مع الشكر لمستمعينا الأفاضل مستمعي ذات الحياة FM في برنامجكم إضاءات. إلى اللقاء مع تحيات الدكتور لازر بن علي الأمريكي. شكرا. إذا كل نهار جمعة على الحياة FM.